والكلاب. ماذا تفعلون أيها الصغير؟ تعال إلى هنا. ما الأمر؟ سيدتي، أنت مع رفيقك. أنا آسف لإيقاف سيارتك. أخبرني ماذا تفعل هنا لوحدك؟ نحن ذاهبان إلى محطة سامبوس. محطة سامبوس ما زالت بعيدة جدا من هنا. بعيدة جدا؟ أجل بعيدة. هل تأخذيننا معك إلى محطة سامبوس؟ أنا آسفة لست ذاهبة إلى هناك، لكنني سأخذكما إلى نصف المسافة. حقا؟ شكرا. حسنا، هيا اصعدا. ما اسمك؟ سيباستيان، والكلب هو بوتشي. أنا إيرما، أعيش في القرية وراء التلة. هذه السيارة متعبة مثلي، أنا آسفة للإزعاج. إنها ليست سيئة. أنت سيد نبيل. ماذا تفعل في المحطة؟ يبدو أنك مستعجل جدا. أنا ذاهب لأبحث عن بال. من هو بال؟ كلب أبيض كبير يسافر معي. وأين هو هذا الكلب؟ هل اختفى منك؟ سرق مني في تلك المحطة. ماذا؟ بال سيعود إلى محطة سامبوس لأنه كلب ذكي، لهذا يجب أن نسرع في إيجاده. بسرعة سوف نلحق به يا مخريف. لا داعي لملاحقته، عرفت إلى أين هو ذاهب. إنه يتبع السكة الحديدية، سنقطع عليه الطريق. هيا نسلكه وأثره كمينة. ماذا جرى لها؟ ارتفعت الحرارة، انتهت حياتها. لن تسير بعد الآن. هل تؤدي لي خدمة يا سيباستيان؟ ما هي؟
هناك مزرعة صغيرة وراء التل يعيش فيها دكتور يدعى بيريلو. هل تذهب وتحضره إلى هنا؟ قل له إيرنا تريد أن يأتي، سيفهم عليك. هذا مهم جدا يا سيباستيان، إنها مسألة حياة أو موت. هناك امرأة تحتضر في قريتي بسبب صعوبة الإنجاب. ماذا؟ أم تحتضر؟ إنها تنجب طفلا، لكن الأمر صعب عليها. لهذا السبب جئت أستدعي الطبيب، وإلا ستموت. والدتك لاقت صعوبة كبيرة في إنجابك، كانت ستموت لولا مساعدة جدك لها. سيباستيان، العناية الإلهية أنقذت والدتك. سأذهب يا إيرما. حقا، شكرا لك يا سيباستيان. إلى اللقاء. لكنني لا أعرف شكل الدكتور بيريلو. لا تقلق، لا يوجد أحد غيره في المزرعة. رجل ذو لحية بيضاء، إنه يشبه النائل. فهمت، إلى اللقاء. كن حذرا يا سيباستيان. أعذرني يا بت، سأعود قريبا لألقاك. إنه يدعى الأبيض الشرير، شرير لدرجة أنه قطع السلسلة. يجب أن نمسكه أو نقتله، وإلا سيتسبب في حدوث شيء رهيب. إذن حاولوا إيجاده ولا تدعوه يهرب. نحن مستعدون يا حضرة المفتش. حسنا، اذهبوا وأحضروا الأسلحة. هذا هو الكلب الشرير. هناك ضجة عالية. هل أنت الدكتور بيريلو؟ نعم نعم. من أنت؟ أنا سيباستيان، إيرما أرسلتني إلى هنا لإحضارك. ماذا؟ إيرما؟ وصلت إلى الناحية الأخرى من التلة، لكن سيارتها تعطلت. لا أستطيع سماعك من هنا، سأنزل إليك حالا. لماذا أنت هنا وماذا تريد؟ هناك شخص مريض في القرية، تريدك أن تأتي بسرعة. شخص مريض؟ نعم، الأم مريضة لأنها لا تستطيع الإنجاب بسرعة. إذن لا داعي لقدومي. كلا، الأم تحتضر، يجب أن تذهب الآن وإلا ستموت الأم.
اسكت ولا تصرخ كذا، انا تاعب كما ترى ولم اعاين انسانا منذ زمن بعيد، انا طبيب للبقر والخيول، انا طبيب بيطري. ماذا؟ وانا مشغول جدا باصلاح منزلي، لقد تحطم قطعا ويحتاج الى الكثير من العمل. إرما تريدك ان تاتي بسرعه. لابد انها مجنونه، يجب ان تذهب الى المدينه اذا احتاجت الى طبيب. لا يمكنها ذلك. كلا، القطار لا يعمل بسبب عاصفة البارحة. ماذا؟ القطار لا يعمل؟ أرجوك تعال يا دكتور، أرجوك يا دكتور تعال. أرجوك ساعدها ستموت. لكن من الصعب جدا أن أذهب إلى القرية، لا أعرف إذا كانت سيارتي تعمل أم لا. حسنا شكرا يا دكتور. من المستحيل علي أنا العجوز أن أستعمل سيارة كهذه. سأحاول أنا. هل يمكنك القيام بذلك بطريقة صحيحة؟ سأحاول. هيا. حسنا لنبدأ. أيتها السيارة الوسخة القديمة، هيا اعملي. نجحت، لقد اشتغل المحرك. هل يمكنني الركوب ايضا؟ ها دكتور. ايتها المهترئه الوداع. دكتور انتظرني ارجوك. اقفز بسرعه. لا اقدر. اذا اوقفنا المحرك فلن يشتغل ثانيه. حسنا هيا بنا. أيها الدكتور، هذه الطرق قاسية قليلا على السيارة. لقد توقفت يا دكتور. لا نستطيع فعل شيء قبل أن نصل إلى المنحدر، هيا بنا لندفعها. هيا ادفع معي. هيا. أي يا دكتور؟ دفعة أخرى. ما إن نصل إلى المنحدر سيصبح الأمر سهلا. ادفع مرة أخرى يا سيباستيان، ادفع، هيا ادفع. أدفع أنا وحدي؟ دفعة أخرى تكفي. هيا سأحاول. إنها لا تتحرك، ادفع بقوة أكثر. أنا أحاول. إيه، لقد بدأت تسير. دكتور انتظرني. انتظر يا دكتور، انتظرني. حسنا لقد اشتغل المحرك. توقف، لو تذهب. لا تكوني سخيفة، لا استطيع الضغط على دواسة الكابح بسبب الروماتيزم. ايها القاتل، هل انت بخير؟ اهزم القضيه انه مشرف. الطبيب العجوز؟ ماذا؟ لم أكن أريد المجيء، لكنك طلبت ذلك، سأعود إلى المنزل إذا استمريت بالتذمر. لست إنسانا، تصرفك لا يدل على إنسانية. ماذا قلت؟ أنا لست إنسانا؟ نعم. توقفا، لا تنسيا الولد، يجب أن نسرع، الأم سوف تموت، سوف نصل متأخرين. نعم سيباستيان على حق. حسنا سنتكلم بهذا الموضوع لاحقا، اسرع هيا بنا. هيا
ماذا؟ ماذا؟ إنه متوجه إلى نفس المكان حيث وضعت فخا للثعالب أيها الرئيس. فخا للثعالب؟ حسنا أيتها الكلاب طرديه، هيا. هو قادم الطبيب الدجال بريلو. لا تكن سخيفا، إنه طبيب جيد لولا أنه يبقى شارد الذهن. أسرع يا دكتور أسرع. انتظر دقيقة، لا تعاملني بهذه القسوة، أنا لست شابا. أنا سعيد لأنني أحضرت الطبيب يا بوتشي. بسرعة يا دكتور. أنا عطشان. لاحقا. لكن لاحقا، قلت لاحقا. بوتشي يبدو أنهم حزينون. ستكون بخير الآن، لا تقلقوا. من شفى بسرعة. من شفى أرجوكي. حسنا بسرعة. أريد الكثير من الماء الساخن من فضلك. سأحضره فورا. هذا بوتشي، أليس جميلا؟ جميل. نعم إنه جميل بوتشي. باستطاعتك الدخول. كيف حال زوجتي؟ إنها بخير والولد أيضا. إنه صبي. تهانينا تهانينا يا بريلو، أجاحظ أنت طبيب ماهر، لن يجمعك أحد بالطبيب الدجال بعد الآن. لا فرق، أنا متقاعد ولا حاجة للألقاب. حقا؟ نعم، يجب أن أرمم السطح والمدخلة في منزلي. منزلك القديم لن ينفع بعد الآن. لكن لا يمكنني النوم إذا لم أقم بإصلاحه. إذا تستطيع القدوم والعشاء في العزل. هذا إنزال مهم لهذه القرية ولي أيضا. إنه جميل جدا. شكرا، شكرا جزيلا لك يا دكتور بيريلو، لا أعرف كيف أشكرك. كلا، قل هذا إلى الولد الذي أحضرني إلى هنا. نعم، لم يكن بإمكاننا المجيء إلى هنا لولا أن سيباستيان منعنا من التشاجر. أين ذهب هذا الولد؟ سيباستيان. يجب أن نجد بال، يجب. لقد عوق كلبي. يا كلبي العزيز الشرير الأبيض، سوف أقبض عليك، سأنال منك. أخيراً وصل بيل إلى الجسر الذي حطمته العاصفة الهوجاء والسيول الجارفة. مم.
كما أن المياه ما زالت مرتفعة، فلم يستطع بيل اجتياز النهر إلى الضفة الأخرى.